استهلت الجلسة الافتتاحية التي حضرها الرئيس عبد الفتاح السيسي بكلمة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عبر الفيديو كونفرنس، والتي حث فيها الشباب على تجديد الأفكار والوصول إلى حلول لبناء مستقبل العالم، كما حث قادة العالم على ضرورة الاستماع لهم. وفي ختام الجلسة الافتتاحية اليوم رحب الرئيس السيسي بشباب العالم في المنتدى الذي بات منصة حوار وتواصل بين الشباب، وأصبح أداة لتبادل الرؤى بين كل شباب العالم، خاصة في تلك اللحظة الفارقة من التاريخ الإنساني، مؤكدا على ضرورة تشكيل حالة من اليقين والإيمان بأن حكمة الخالق في هذا الكون أن نكون مختلفين دون تمييز في هذا الاختلاف.